شخصية النهاردة فنانة مش هتحيركم كتير، هي رغم اشتراكها في 250 عمل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي إلا إنها ما عملتش غير دورين، يا إما ست أرستقراطية شريرة أو ست ألعبان بتاعة سهر وبرضو شريرة. بكلمكم عن الفنانة جليلة محمود. أهلا بيكم في مجلة الحياة. متهيألي مفيش فنان ظلم نفسه في شغله زي الفنانة جليلة محمود، لأنها فنانة متمكنة وشاطرة، ومع ذلك حبست نفسها جوه الدور التاني. ورغم قدراتها التمثيلية المتميزة واللي بتقول إنها تقدر تلعب كل الأدوار، إلا إن ده ما تحققش، وفضلت في نفس الدور محلك سر ل 45 سنة هي مدة شغلها في الفن. كانت انطلاقة جليلة محمود الفنية في وقت ما كانت السينما واقعة، يعني في الفترة اللي بدأت من السبعينات وانت طالع، ومع ذلك قدمت عدة أفلام في الفترة دي وقدرت تحقق نجاح مش بطال. ابتدت جليلة محمود شغلها في السينما بفيلم المفسدون في الأرض، وده قدمته في السنة اللي اتخرجت فيها من المعهد في 73، وبعد كده اشتغلت في أعمال كتير جداً. من أشهر أعمالها السينمائية البعض يذهب للمأذونة مرتين، شعبان تحت الصفر مع عادل إمام، وضد الحكومة مع أحمد زكي، والكتكات مع محمود عبد العزيز وغيرهم. ومع إن رصدها في السينما كبير إلا إنها ندمانة على العدد ده من الأعمال، وبتقول إنها ما قدرتش تسيب بصمة أو دور يعلم مع الناس ويتحسب لها في تاريخها. اتولدت جليلة محمود في سبتمبر سنة 46، واتخرجت من معهد الفنون المسرحية سنة 73، وفي نفس السنة خطفها المخرج الكبير جلال وشغلها معاه في المسرح في مسرحية من أشهر مسرحياته، وهي قصة الحي الغربي. ومن يومها وهي فنانة مسرحية من الطراز الأول، لكن برضو بتلعب في منطقة الدور التاني. ومن أشهر أعمالها على المسرح مسرحية جبر الخواطر، ليلى والمجنون، حكايات جارتنا، كنت فين يا علي، فارس بني خيبان وغيرها. ورغم إنها اشتغلت في الفترة اللي وقعت فيها السينما، إلا إنها كانت من فنانات العصر الذهبي للتلفزيون، واشتغلت في أقوى المسلسلات اللي تقدمت في التمانينات والتسعينات زي هوانم جاردن سيتي، الشهد والدموع، في حاجة غلط، عصفور النار، أحلام عادية، النوى وغيرهم. وكنت قلتلكم من شوية إنها اشتغلت في فيلم الكيت كات مع محمود عبد العزيز، وفي الفيلم ده كان اسمها فتحية، والظاهر كده إن اسم فتحية هو تميمة بختها، لأنها نجحت جداً وكان من الأدوار اللي اتحسبت لها في السينما. وفي التلفزيون كمان كان نفس الاسم هو وش الخير عليها لما قدمها المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ في دور فتحية بنت البلد في الشهد والدموع. ومن يومها وهي انضف لها دور تالت تقدر تأديه بامتياز في التلفزيون بعيد عن دور الأرستقراطية ودور الإغراء. تاريخ جليلة محمود مع العمل الفني طويل جداً، ويمكن معظم الناس شايفة إن جليلة ما عندهاش الحظ الكافي اللي يسمح لها تكون نجمة أو إنها تسيب بصمتها فيها، لكن أنا شايفة إن فترات غيابها ساهمت في ده لحد كبير. يعني في بدايتها انشغلت بالمسرح وبتقديم أعمال سينمائية بتسير الموجة اللي كانت شغالة وقتها واللي بنسميها الأفلام التجارية، ولما اشتغلت في التلفزيون كانت بتغيب لسنين وترجع تاني. فترات الغياب دي كانت من أهم أسباب وقوفها في نفس المنطقة طول عمرها. كمان هي كانت من الفنانات اللي ما بتعملش أي حوارات صحفية، وطول ما هي بعيد عن التمثيل فهي بعيد عن أي كاميرا تانية، وده خلاها لما بتختفي محدش بيعرف عنها حاجة وبتتنسى. بعدها عن الصحافة والإعلام خلت حياتها الشخصية بعيدة كمان عن الناس، يعني هي متجوزة من خارج الوسط الفني وليها 4 أولاد وبنت، والبنت اسمها ميسون، ودي مثلت في فترة التسعينات لكنها اعتزلت. لكن المثير في موضوع بعد جليلة محمود عن الإعلام إنها ظهرت في الإعلام كخبر 3 مرات، منهم يوم حادثة ابنها الطالب في كلية الحقوق واللي توفى بعد ما عمل حادثة بالعربية. الكلام ده كان في أواخر التسعينات تقريباً. المرة التانية لظهورها كخبر كانت لما رفعت قضية على أهل جوز بنتها ميسون، وساعتها اتهمت الأهل إنهم ما بيصرفوش على الولد بعد وفاة والده، لكن القضية اترفضت
والسبب في الرفض إن الولد وارث عن والده ثروة كبيرة. آخر ظهور لجليلة محمود في الإعلام كان برضو خبر، لكن اعتمد على لقاء تلفزيوني، لأنها في اللقاء التلفزيوني اتكلمت عن وفاة ابنها وقالت إن في فنان كبير حسده لما شافه عندها في المسرح، وإن الولد بعد ما خرج من عندها عمل حادثة ومات. بعد اللقاء ده وكلامها عن الحسد، جليلة محمود بقت ترند على كل المواقع وخبر مهم على شبكات الأخبار، واللي أكدوا إن رغم مرور ربع قرن على وفاة ابنها الشاب إلا إنها لسه عايشة في حالة حزن لحد النهاردة. وفي النهاية حابين نعرف رأيكم لو كانت حصلت لكم مواقف صعبة بسبب الحسد. وفي النهاية اكتبولنا أكتر عمل حبتوه للفنانة جليلة، واستنونا في حلقة تانية من مجلة الحياة. سلام.